مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده ان شاء الله نشوف مع بعض مهارات جديده ووصفات تنول اعجاب حضراتكم، اتمنى يا رب وتبقى بسيطه ونبقى ردينا على الاسئله اللي جت من خلال صفحتي الشخصيه على كل مشاهدينا ومتابعينا الكرام. اسمحوا لنا في الاول، احنا النهارده هنتكلم عن الملوخيه. طبعا احنا عارفين دلوقتي انه الملوخيه دي من الاف السنين وكانت بتزرع على ضفاف وادي النيل، وكانوا المصريين زمان ان هي كانت نبته سامه، وعند احتلال الهكسوس لمصر اجبروا المصريين كنوع من العقاب انهم يتناولوها. وطبعا وقت ما عرفوا فوائدها خلاص انتقلت بعد كده للدول العربيه واثناء الفتوحات ورحلات التجار. طبعا هي بتزرع طول السنه، ولكن افضل وقت للملوخيه هو فتره فصل الصيف طبعا، وهي طبعا اما بتطبخ زي ما احنا هنشوفها دلوقتي خضراء او مجففه بنشفها، وده مشهور بيه جدا الدول بلاد الشام يعني، وبيحبوا هم يجففوها ويقطفوها وينشفوها. هي طبعا فيها فوائد كتير جدا، صحيه جدا بعد ما بتطبخ، هي غنيه فيتامين A وبي وفيها حديد وفيها كالسيوم وفيها فسفور وفيها صوديوم. هي الأهمية بتاعتها بتساعد على ضغط الدم وصحة القلب، وهي بتنظم كمان الجهاز الهضمي وبتقي من هشاشة العظام. عشان كده في ناس كتير بيحبوها، وفي ناس يعني بياخدوها وقت بيبقى عندهم أنيميا، من ضمن الحاجات والخضروات اللي بتبقى بتقوي وتعزز الأنيميا. طيب احنا عايزين نقول كمان ان هي في كتير ناس بتستخدمها انها بتسترخى وبتتخلص من الارق. الملوخيه دي الواحد كده يحس بعد ما بياكلها، سواء بقى بالارانب سواء بقى ملوخيه بالجمبري، اخواتنا في اسكندريه بياكلوها ناشفه بيسترخوا وعايزين يناموا. طبعا الفراعنه هم اصحاب فكره الملوخيه الناشفه دي، هم كانوا بيجففوها ويعني مش تحت الشمس، لكن كانت بتتجفف، وهي على فكره لو اتنشفت تحت الشمس هتسود زي النعناع بالظبط. فاحنا افضل طريقه لتجفيف الملوخيه في الهواء، يعني في حجره فيها تهويه كويسه، وبنفرش مفرش او بنفرش حاجه شاش وبنقطف الملوخيه ازاي بقى، تعالوا اقول لكم. عشان التقطيف ده مهم قوي، ايه اللي بيدي الملوخيه العرق؟ هقول لكم. بسم الله، بصوا بقى ادي الملوخيه اهي. هاخد كده، بصوا شايفين دي الورقه دايما ليها كده عرق، شايفين الـ 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 الجزء اللي واصلها بالساق بتاعتها نفسها، هو ده لما اجي اقطفها بقطفها بيه، عشان هو ده اللي بي ايه اللي بيديني الماده اللي فيها المطه بتاعه الملوخيه. لو انا خدت ورقه بس هتطلع الملوخيه دي ناشفه جافه وهتسقط، مش هتبقى فيها المادة الحلوة اللي احنا متعودين فيها المطة بتاعت الملوخية. فأنا دايما اهي بصوا باخدها كده. طبعا هنعمل النهاردة لو عايزين يعني نحتفظ بالملوخية، انتم مجهزيني بيكربونات الصودا صح؟ قدامي دي، ها؟ طيب ماشي، بصوا بقى هاخد حلة كده لو انا عايز احتفظ بيها يعني او اخزنها في البيت. بسم الله، عشان احط مية سخنة على طول. شوية مية كده واملوا لي ده يا ولاد، وهاخد رشة من بيكربونات الصودا اهي. اول ما بتنزل بتدي مادة فوارة كده. الملوخية لما نيجي نديها سوائل عشان احتفظ بيها في الفريزر، هقول ايه، كوباية الملوخية تاخد كوباية مرق، يعني مرقة شوربة مقابلها عشان تبقى الخليط مظبوط وتبقى فيها تقل اهو. بصوا البيكربونات اهو، دي بتساعد على ان الخضار يفضل محافظه على لونها ما تتغيرش لو احنا هنحتفظ بيها في الفريزر. تمام، بصوا انا بس هقطف الباقيين دول مع حضراتكم كده كده، يا ذكريات زمان بقى لما كانت تيجي الملوخيه دي ونقعد بقى احنا نساعد ماما ونقطف الملوخيه دي، كنت صغيره جدا. مهم قوي الملوخيه الخضراء دي، يعني الواحد صعب انه ما ياكلش ملوخيه خضراء طالما موجوده، ازاي ما ناكلهاش؟ الملوخيه دي حاجه كده عبقريه. وهنعمل النشفه النهارده،
هنعمل النشفه. طيب بصوا بقى، ادي الملوخيه هنزلها هنا في الميه دي، وخليني كده ايه اجيب مثلا السبايدر بتاعي، ممكن ايه خليني اجيب دي الوش ده احسن. هاخد كده بسم الله، هنزلها هنا كده خلاص، ريحة بتطلع على طول. هوريكم بس حاجة كده في المية، الملوخية قد أي كمية أنتوا عايزينها، بس زي ما قلت لحضراتكم هتظبطوا كمية المرق وإحنا بنخلطها سواء في الخلاط أو في الكبة، وأنا مع الخلاط مش مع الكبة لأنه الكبة مش هتفرمها لكم الفرمة الصح، فهنستخدم الخلاط. بصوا اللون، ركزوا معايا بقى، أيوة شايفين اللون الأخضر، شايفين الجمال، حلوة قوي. بعد كده هطلعها، تلاقوا كده المية بدأت تغمق، السواد اللي بتسود بيه الملوخية. طبعا احنا كان الطلب مننا، حد كان كلمنا من اصدقائنا او تقريبا كانت حاجة سعاد، انا مش متذكرة، لكن يعني على عيننا وراسنا، وانا قلت ان انا لازم اقول فكرة انه الملوخية ليه بتسود سعاد. طبعا في ناس بتخزنها من غير بيكربوناته، بس يعني هي تفضل لو هتتخزن فترة نحطه لها. المعلقة الصغيرة اللي احنا حطيناها عشان انا عاملة كمية صغيرة، هي اقصى حاجة معلقة طعام كبيرة على حلة كبيرة تاخد منكم الكمية اللي انتوا عاوزينها. خلاص هاخد بقى الملوخية دي هطلعها كده، هنا اهو شايفين، وبعدين هروح عند الخلاط. طبعا لازم تهدى شويه تبرد، ما ينفعش ان انا احطها في الاكياس في الفريزر على طول سخنه، ولازم اخرج الهواء منها كويس، ونعمل الكيس على قد الوجبه اللي احنا متعودين عليها، يعني احنا عدد افراد الاسره قد ايه، عشان تبقى طازه اول باول على طول. كده كده شايفين الميه بقى فيها لون كده متعكر شويه، طبعا لما بتبقى كميه كبيره بتبان. تعالوا بقى نروح عند الخلاط، خدها كده بسم الله بسم الله كده كده. عايزه ميه سخنه، ميه سخنه، خليني اخد المرق اهو، ماشي، لا لا هاخد، اصل انا اخدت الميه السخنه اللي في الكتل اهو، خلينا بقى ناخد على قد المعيار ده. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا على الكيس. بسم الله تفضل خضرة زي ما انت عايزة حتى بعد ما تجمد، هتحافظ على اللون ده. بصوا اللون، لازم اجي لحد هنا اطلع كل الهواء اللي فيها اهي، شايفين ازاي؟ هنا بصوا كده، هنا الهواء كله يطلع. شايفين؟ دي الملوخية، اعملوا الكمية اللي تناسب حضراتكم اللي انتوا تحبوها. طيب نتكلم على التجفيف عشان نبقى عملنا الصح معاها، زي ما عملنا كده في البامية، كلمنا عن البامية وتخزينها ازاي بطريقة صح، وكلمنا عن ان احنا لو عايزين نجففها حطيناها في الخيط وعلقناها، قلنا ما تبقاش يعني هي محتاجه حراره دافيه، مكان فيه تهويه وبيدخلوا الشمس شويه.
مش لازم تكون مباشرة للشمس، وقلنا هنحط قطعة من الشاشة عشان حشرات، عشان أي حاجة طايرة يعني إيه. ودي البامية المجففة بعدها بتطحن، وإحنا قلنا أهل السودان بيعملوا الطريقة الجميلة دي بتبقى ليها طعم رائع، زي ما أهل الصعيد بيعملوا الويكة بالويكة البامية الكبيرة. النهاردة بقى إحنا بنعمل دلوقتي مع حضراتكم الملوخية. لو هجفف الملوخية نفس فكرة النعناع الأخضر، أنا هجيب الملوخية وهي أوراق زي ما حضراتكم شفتوا قطفتها، تتغسل كويس قوي تحت المية الجارية، وبعدين بجيب مصفى أصفيها وأسيبها كده 5 دقايق. أجيب بقى أفرش فوط نظيفة جدا أو الشاش اللي إحنا بنستخدمه فيه الجبن اللي بنعملها، هنحطه ونفرش عليه الملوخية ورق، ما ينفعش تتعرض للشمس عشان ما تسودش. النعناع ما بنعرضوش في الشمس، ما نحطوش في البلكونة، بنحطه جوه في أوضة، والأوضة دي يكون فيها شباك مفتوح أو مروحة، علشان لما يجف تبقى الورقة بورقتها ويفضل محافظ على لونه. تحط الورقة جوه كوباية الشاي، أول ما يلمس المية السخنة تتحول للونها أخضر كأنكم لسه جايبينها. فإحنا كده اتكلمنا عن التجفيف. بعد ما بتجف وتنشف أوراقها تماما بنروح فركنها بإيدينا تبقى ناعمة كده. أنا دي منخولة كمان، لأن بيبقى فيها شوية إيه رواسب برضو، ما يجراش حاجة يعني عروق حاجات، المهم يعني بنروح طحننها في الطحان او فركنها باليد. لو فركتوها باليد هتبقى خشنه شويه، لو طحنتوها هتبقى الجرشات كده يعني ضربات متقطعه هتطلع بالشكل ده اهو. وهنتكلم عن التكنيك بتاعها، وبص لونها محتفظ بنفسه. يعني التجهيزات دي مهمه قوي على فكره، هي حاجات قد تبان سهله في الكاميرا، لكن على فكره هي مش متواجده. لا هتلاقوا الباميه المجففه صعب، لازم احنا نعملها في البيت، ما بتتباعش يعني. البامية الويكة ممكن نجيبها، وفي ناس بتحب تجففها كمان تديها كده شوية ساعات، تديها كده يعني ايه تبقى مسكت نفسها، نشفت شوية ما تبقاش طرية بنفس ما هي فريش. فطبعا دي أذواق كلها. خليني أحط بقى ايه الملوخية الخضرة دي هنا كده، اعملوا بقى الكمية اللي تناسب حضراتكم، شيلوها في الفريزر تكون هادية، بس هي دلوقتي هادية خلاص. وزي ما اتفقنا كل كوباية من الملوخية، كوباية من أوراق الملوخية عليها كوباية من المرق مقابلة ليها عشان يطلع القوام مظبوط زي ما حضراتكم شفتوه كده. حطيت معلقة بيكربونات الصودا في الحلة. طيب نبدأ بقى دلوقتي، نبدأ بالنشفة ولا بالجمبري؟ حاضر. ماشي، نبدأ بقى بالملوخية بالجمبري إن شاء الله. طيب تعالوا بقى، هاخد كده أنا عندي ملوخية أعملها على طريقتي كده بالجمبري، طبعا مشهور بيها اهل اسكندريه، تحيه لكل الاسكندرانيه، ناس كرمه جدا وناس جميله وليهم اكلات كده الواحد يروح لهم مخصوص عشان ياكلها هناك حقيقي كده، وتحيه لكل اصدقائنا اللي في اسكندريه. طيب تعالوا بقى نبدا اول حاجه، هنقول مقاديرنا. انا عندي جمبري، جمبري وسط، انا بصراحه بحبه يبان، انا نفسي يعني ما بحبوش الصغير قوي ده، فانا جايباه بصوا وسط، شوفوا كده اهو ده الحجم بتاعه، عشان ما يبقاش يعني خاسس قوي واحد يحس بيه كده وهو بياكله. ماشي يا عاصم، يحس بيه وهو بياكله، عشان بيقول لي ايه اصل قبل الحلقه بيقولوا لي هو الجمبري ده مش صغير شويه يا شيف؟ قلت لهم يعني اجيب لكم الجامبو واحط لكم في الملوخيه ولا ايه؟ مش فاهمهم والله. طيب هناخد كده الجمبري الوسط، وبعدين عندنا لو انا يعني هعمل المرق عندي قشور الجمبري، لو انا هخليه في البيت وهحط عليها عود كرفس وجزر وورقتين لورا وشويه حبهان كده واسيبها تغلي واخد المرق ده، هيبقى هايل اذا احنا جايبينه كده. بس بصراحه احنا يعني جبناه على طول مخلي، فالجزئيه دي راحت، لكن هي مهمة في الطعم جدا، زي ما بنعمل على مرق الفراخ أو مرق الأرانب أو مرق اللحم. هيبقى في مرق الجمبري برضه، إن إحنا هناخد القشر، مش هينفع أسلق الجمبري عشان هياخد يعني هيبقى مستوي زيادة وهيمط معايا، فأنا عايزاه يبقى حلو كده زي ما باكله. طيب هاخد كده عندي بعد ما أحط البوكي جارني وأحط كمون وأحط الملح وأعمل ده وخلاص، خدت القشر صفيته وخدت المرق، هعتبر ده المرق أهو. هاخد بقى عندي للشغل ده نفسه لازم توم، عندي شويه من الثوم، عندي بهارات سمك وعندي كزبره وعندي كمون والملح والفلفل. انا بسخن هنا البان، تعالوا نحط بقى شويه، هحط كده نقطه زيت وسم، مش يعني مش هعمل ايه زيت بس، بسم الله، او زيت وزبده لو عايزين مع الجمبري مفيش مشكله. وخلينا بقى ايه بسم الله
نبدا كده. وهاخد برضو المرق هنا، هحط فيها شويه الجمبري. بس المرق الثاني اسخن بقى هنا شويه المرق دول الصغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم، انا معاكم حبايبي والله. كده ماشي. روح هديه، ده صوت هديه القمر دي صح كده. انا هحتاج بس توم تاني عشان لما نعمل الطشه. هاخد هنا كده شويه من الكزبره، شويه من بهارات السمك الاسماك او الجمبري، في بهارات جمبري بتبقى روعه كمان، بتتباع اما باكتس في السوبر ماركت او هتلاقوها عند العطار، تبقى رائعه. هاخد كده رشه ملح، رشه فلفل بسيطه هنا. هنزل الجمبري ياخد تشويحه بسيطه، انا مش عايزاه يستوي 100%، هنزله في الايه عندي في مع الايه مع الملوخيه. هي دي فيها ايه يا ولاد؟ اوكي ماشي. طيب ريحته بدات تطلع اهي ما شاء الله، بصوا حبه كده. وانا ممكن اضيف الملوخيه هنا على طول على فكره، انتوا عارفين كده. خلينا هنا بقى نحط المرق اللي احنا عملناه بتاع القشور الجمبري او المرق الخاص بالسمك، حبه صغيرين كده. ودايما قللوا المرق، بمعنى ما تحطوش كميه كبيره وتحطوا الملوخيه وتتصدموا انها خفت قوي، حطوا دايما كميه صغيره وبعدين زودوا، يبقى في ايدينا. وده افضل بكتير لو انا لسه مش عارفه قادره احدد الكميه اللي انا محتاجاها قد ايه من المرق لحد ما اظبط ايدي واظبط مقاديري. طيب خلينا نقلب بالسباتولا. بسم الله نقلب كده تقليبه حلوه هنا كده. المرق ده يعني جاهز خاص بالجمبري، يدي تيست وطعم حلو، ريحه الجمبري هنا تحفه. هرفعه بقى من على النار هنا، خليني ارفعه، انا مش عايزه اكتر من كده. هرفعه هنا في جنب خلاص، مش عايزه اعرضه لاي حراره. وهاخد الملوخيه الخضراء اللي احنا المفروض عاملينها هنا، بس شويه كزبره ورشه كمون. بصوا بقى ادوق كده، شوف ناقصه ملح ولا حاجه. بسم الله. عايزه ملح. ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. وهاخد الويسك ممكن انقل دي على العين الاكبر بحيث ان انا ابقى شغاله اقرب عشان ايه ما تعبكوش معايا. كده خليني اشيل منها شويه. سمعت حد عايز يقول حاجه؟ ها سمعت؟ ممكن اعمل كده، خليني بس اخد واحده. اوكي بسم الله. الملوخيه الخضراء اهي، الشوربه لسه بدات تسخن اهي، شايفين؟ بصوا شايفين ازاي تبقى القوام بتاعها حلو وانا متحكمه فيه. الله الله، اول بس ما تقلب قلبه خلاص هيبقى تمام اهو، شايفين؟ عايزين ايوه اقسمهم بقى سريع يا محمد. ماشي يا روح. ان شاء الله يكون كده تمام باذن الله، ان شاء الله هيبقى كده ممتاز يعني. وبشكركم يعني شويه الوقت الحلوين اللي انتم مدينهم لي دول حبايبي انتم.
اسخن دي عشان الطشه اللي هنعملها في الاخر. الله الله. بسم الله. استنوا بس هعملها لكم تاني. عايزين ايه يا حبايبي؟ شاليموهات؟ حاضر. طيب خليني بس ايه اشيل دي هنا وبعدين ايه في الجمبري. حبه حلوين كده. وانا هنا بسخن نعمل الطشه هنا هتبقى رائعه. ده بحط مع نقطه زيت صغيره. ماشي هعمل كده عشان انجز للاسف. بس خلاص بصوا بقى كده تمام. كده تمام قوي. انتوا عاوزين مني ايه؟ يا نهار ابيض. تعالي بقى انت هنا خلاص كفايه عليكي كده لقيتي قمر. تعالوا بقى نعمل الطش. تسلم الايادي. شكرا يا محمد. يلا بقى ننزل شويه دول. اصبروا. عارفين اصل شهقه الملوخيه؟ مهمه دي. ده بيقال بقى ان كانت احد يعني الطبخات عند احد الملوك واتاخرت في الاكل يقال. فلما اتاخرت دخل يشوفها وبعدين كانت هي بتعمل الطشه دي عشان تصبها على الملوخيه. وبعدين راح هو جاب رقبتها يعني علشان هيذبحها فعملت كده من الخضه. بس ده اللي حصل. القصه حلوه. فمن ساعتها شهقه الملوخيه دي مهمه قوي. اصلا بيضحك. المهم انكم مبسوطين والمصورين مستمتعين. انا شايفه كده. المهم بتحبوا الملوخيه بالجمبري؟ تمام ماشي قولوا لي كده. تمام. مخرجنا ايه الاخبار؟ الجمبري ايه اخباره؟ طلع باين ولا مش باين في الملوخيه؟ باين طبعا. ماشي يا فندم كتر خيرك والله. لا حاضر. عشان الشهقه. حاضر حاضر. تعالوا كده نزل بقى هنا عشان حركات بقى. حاضر يا حبايبي. بسم الله. يلا. يا سلام يا سلام. شايفين الجمال؟ يا لهوي. بسم الله. يا لهوي. يا نهار ابيض. هي دي بقى. هي دي. يلا بقى. استنوا بقى نلحق دول بسرعه. لحسن ريحتهم جامده جدا. يا سلام. يلا بينا. هما دول. ولازم في ساعتها تتعمل الايد طشه وتاكلوها بصوا منظر. انا هسيبها شويه. يلا هصبها لكم في الطبق حالا. حبايبي جبتوا لي حاجه ابلع. تسلم ايديكم والله. يلا بينا. اين طبقنا؟ طبقنا. ماشي شكرا يا نودي. بسم الله الرحمن الرحيم. و تعالوا بقى نتكلم عن الملوخيه القمر دي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو انتوا عارفين ان بيتقال حاجات لما بييجوا يشهقوا لها؟ عارفين كده ولا لا؟ انا هقول لكم اللي انا فاكراه بس عشان اصدقاء ليا على الصفحه قالوه لي كملوها لي. ويا ريت بقى لو حد شاف الحلقه دي يكلمني على الهوا ويقول لي. كان بيقال ايه؟ حماتك جاتك
بأردبين عيش ما كفتك من جمالها يعني. دي مقولة قديمة بس ليها تكملة نفسي أفتكرها. يلا بريك، هستسمع حضراتكم في بريك ونرجع نعمل مع بعض ملوخية ناشفة بقوام الخضرة إزاي، هنشوف مع بعض بإذن الله. ورجعنا مرة تانية بعد الاستراحة. عملنا ايه في الشوط الاول؟ عرفنا الناس ازاي نعمل الملوخية ونخزنها، هنقطفها ازاي وبعدين نغسلها، وبعدين ان احنا نحافظ على اللون الاخضر ونخزنها لفترة طويلة لازم نحط لها معلقة من بيكربونات الصودا. في ناس بتخزنها من غير زي ما اتفقنا، لكن هي دي للفترات الطويلة بتبقى جميلة جدا، هتقعد معاكم وهتبقى جميلة. طيب كل كوباية ملوخية عليها كوباية مرق، علشان انا ضربتها في الخلاط مش في الكبة، طلعت بالقوام اللي حضراتكم شفتوه وعملنا بيها الملوخية بالجمبري في الشوط الاول. اتكلمنا عن احنا لو عايزين نجففها زي ما بنجفف النعناع بالظبط، لكن ما ينفعش تتعرض للشمس علشان ما تسودش. طيب احنا دلوقتي هنتكلم عن الملوخية الناشفة اللي احنا خلاص جففناها وهنعملها ناشفة. طيب هنقول مقاديرها بالظبط مع بعض، حاجات بسيطة جدا، هي نفس الفكرة بس انا هقول لكم انا بتحايل على دي بحاجة صغننة. ايه هي بقى؟ طيب عندي الملوخية الناشفة، ملوخية ناشفة عندي سم، عندي توم، عندي كزبرة، عندي طماطم مفرومة أو مفشورة زي ما تحبوا، ومرق. طبعا هنعمل طشة من التوم والكزبرة. تعالوا كده ناخد هنا شوية من المرق. أنا هعمل إيه بقى؟ هجيب بولة كده كبيرة شوية، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط فيها الملوخية الناشفة دي وهاخد شوية من المرق، بسم الله، وهبدأ أبلها. بسم الله. في ناس بتحب تاخدها زي ما هي كده باودر تحطها في المرق على طول، جربوا بس الطريقة دي هتلاقوها جميلة جدا. احنا هنديها من روح الخضرة قبل ما نحطها. اوكي بصوا كده نبلها بس شويه. في كمان وصفه في الصعيد بيعملوها جميله جدا بس اسمها الشلوله، ومن الملوخيه الجافه دي بيحبوها قوي هناك وبيعملوها في الصعيد. بصوا بقى لما بتتبل تاخد قوام كده ايه كانها زي الطبيعيه، عشان دي بالذات. وبعدين لو عايزين فصين توم مفرومين هحطهم الاول نايين جوه المرق كمان يغلوا معاه. بصوا كده شايفين القوام، تقريبا اديتها من روح التانية انها ما تبقاش باودر كده، اهي شايفينها ازاي اهو، اهي كورتها بقى كده اهي، بقت زي ما حضراتكم شايفينها كده. تمام، وهنبدا بقى نجهز المرق بتاعي. بسم الله، احط هنا شويه من المرق اهو، واخلي شويه، واتفقنا عندي نص معلقه صغيره من الملح كده، حاجة بسيطة من الفلفل، هنزل شوية من الطماطم دي، عايزين تبشروها ابشروها، تغلي بس غلوة، رشة بسيطة من الكزبرة، وهيجيلي الثوم حالا. علشان شايفين بقى بقت عامله ازاي، وهجهز برضو هنا الناحيه الثانيه، نجيب طاسه كده نجهز برضو للطشه بتاعتها التقليه اللي احنا بنعملها للملوخيه اهو، خليها هنا تبقى تسخن معانا برضو، ونسيب بقى المرق ده اول ما يغلي نبدا ننزل الملوخيه بتاعتنا ونعملها اهو. شايفين الجمال؟ التقل ده او السماكه بتاعه الملوخيه زي ما اتفقنا، نحط المرق كوبايه لكوبايه كوبايه لكوبايه، يعني حاولت اظبطها قوي على قد ما قدرت عشان نساعد البنوتات اللي دايما تقول مش بتظبط معانا ونبقى نفسنا نعملها وتطلع حلوه.
طبعا الامهات الخبره خلاص ما يعني ما ينفعش واحد يقول اي حاجه، هم ما شاء الله يعني عارفين المقادير من غير حتى ما يعايروا. طيب بنغلي، بس تغلي غلوه كده تتقلب معايا قلبتين كده، وبعدين نبدا نضيف الملوخيه الجافه بتاعتنا. شفتوا بقى الطريقه دي لطيفه جدا، خليت قوامها بصوا كانها طريه جافه، يعني كانها بقت ملوخيه خضراء اهي، بشويه المرق اللي انا اديتهم في الاول وقعدت اقلبها لحد ما تبقى زي العجينه كده. انا عايزاها تبقى كده عشان لما اخدها احولها الخضراء تديني نفس النتيجه الحلوه اللي حضراتكم بتحبوها. هتبدا بس تغلي، وطبعا معلش يا نودي استعجلي محمد، والويسك انا عايزه الويسك. بصوا الجمال، الريحه روعه. الله الله، ممكن بقى نبدا كده ايه ناخد، انا عندي ويسك صغير. احلى مسا يا فندم. بسم الله، هعمل كده بس بالدي الويسك الصغير ده عشان بيتفك ساعات. بصوا يديني بقى قوام جميل، وهناخد الثوم دلوقتي نضيف التقليه الحلوه دي او الطشه بتاعت الملوخيه. اغلوا بس الطماطم مع المرق ده شويه حلوين. على فكره ميزتها انها جميله، في ناس كتير قوي مصريين بيبقوا بره مصر بيحبوها قوي، يعني بيحبوها قوي بياخدوها معاهم عشان ومعانا مدام سهير من الجيزه. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبتي. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانت طيبين جميعا، وتسلم ايديكي على الحاجات الجميله. حبيبتي تسلميلي، يا رب ما تحرمش منك مدام سهير. تسلميلي. كنت عايزه بس من حضرتك انواع عصير مختلفه شويه. من عيوني. حاضر. عصاير صيفيه؟ حاضر. حاجات منعشه بقى، والاولاد الصغيرين عندي، الاولاد ما بيرضوش ياكلوا حاجه، وانت عارفه الحاجات الشيبسي والحاجات ديت، فانا عايزه اغير لهم بقى وندخل عصاير فريش تكون مختلفه شويه. حاضر من عيوني يا فندم، نعمل حلقه خاصه بالعصاير لحضرتك من عيوني مدام سهير. تسلميلي وشرفتيني ونورتيني حبيبتي. بصوا كده هنقلب تقليبه حلوه. خلاص بصوا الشكل وشايفين القوام كأن فيها المطة ازاي. بصوا اهي كأن فيها المطة اهي. تعالوا بقى نبدأ نشيل دول ونجهز برضو للطشة بتاعتها، ونبقى كده النهاردة احنا عملنا الملوخية الخضراء تخزينها تجفيفها، وعملنا كمان الملوخية الناشفة أو الجافة بعد ما نشفناها بطريقة لطيفة وسهلة وسريعة. طيب أنا هستنى بس الثوم، وبعدين هنشيل ده كده خلاص، احنا مش محتاجين المرق الزيادة ده بقى خلاص. ونبدأ بقى في وصفة إن شاء الله حلوة بقى، وصفة حلوة بس عليها لغط كتير جدا، وعليها ناس كتير جدا يعني بتختلف عليها شويه كتير، لكن هنحكي عنها برضو باستفاضه. هجهز بقى انا التقليه بتاعه الملوخيه، ومش هطول على حضراتكم، هعملها دلوقتي وهحطها عليها ونصبها، ونستسمح حضراتكم نطلع استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل الماتش بتاعنا ونشوف هنعمل ايه بعد الشوط الثاني. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم من الاستراحه، وعملنا بصوا بقى التقليه، حطينا يعني الطشه بتاعه الملوخيه الناشفه اهي، والملوخيه الخضراء هناك، وشويه عيش بقى اللي حابب ياكل بالعيش براحته. وتعالوا بقى نعمل وصفه لطيفه كده اهو قدام حضراتكم، وتعالوا بقى نعمل وصفه لطيفه جدا، نعمل بسبوسه كده سريعه وسهله وبسيطه. هنعملها ازاي؟ تعالوا بقى نشوف مقادير سهله وجميله ومعتمده، اعتمدوها حتى لو لاول مره، لانه كل الناس اللي جربوها الحقيقه لاول مره كانت ناجحه معاهم الحمد لله، وما اشتكوش منها، وكانت جميله زي ما شفتوا مطلعينها بكل سهوله. بصوا بقى
هقول المقادير. عندي نص كيلو من السميد، خلاص؟ عندي كوبايه الا ربع من السمنه، بسبوسه تعتمد على طعم السمنه وجمالها. عندي كوبايه الا ربع من اللبن، كوبايه وربع من السكر. شربات البسبوسه عباره عن ايه؟ عباره عن كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع ميه، وعصير ليمونه، ويكون شربات خفيف. تعالوا هنا نبص كده مع بعض هنا. بسم الله، هاخد بس الاول حاجة الشربات عشان نبقى مع بعض. بسم الله، ادي المية كوباية وربع، وادي السكر. الاصل البسبوسة دي يرجع للدولة العثمانية اساسا، كانت بتتحضر في قصور السلطان، والمصريين هما بقى اللي حطوا اللمسات، مكسرات، قشطة، حركات، وانتشرت في الدول العربية ليها أسماء كتير طبعا، منها النمورة، هريسة، اسمها إيه، هريسة السميد، والسعودية بتقدمها سخنة جدا، أنا بحبها سخنة جدا، واليمن بتقدمها بالتمر، مصر هي اللي بتقدمها دايما باردة، يعني زي ما بنشوفها في محلات الحلواني كده باردة. يقال بقى انه في روايات اخرى ثبتت انه الفراعنه زمان كانوا بيعملوها ازاي، لانهم وجدوا في بعض المعابد والمقابر انه كان في بعض المقابر دي معجون من دقيق القمح والسمن والسكر في اواني كده فخاريه، وكانت منقوشه كمان على الجدران عندهم، وكانت بتتقدم للملك والملكه الام، فيقال انها كانت كده. طبعا سمت بسبوسه جاي اصل التسميه من كلمه بس، وهي خليط من السميد والميه والسمنه. تعالوا بقى بصوا، ادي الشربات. انا ما قلبتش، انا حطيت الميه، حطيت السكر وعصير الليمون وسبتها، هو هيدوب لوحده، مش هلمسه عشان ما يسكرش. هاجي هنا هدوب، بس اخد بوله كبيره، موضوع سهل وبسيط فوق ما حضراتكم تتخيلوا، ان شاء الله نتيجته تبقى زي ما انتم شايفينها كده. طيب بسم الله، عايزه اقول لكم ان هي كمان من البسبوسه دي بتدي طاقه، بتدي احساس بالشبع، ناس تبقى محتاجه سكريات، بس طبعا مش معنى كده ان احنا ناكل منها على طول يعني، لكن طبعا هي فيها نسبه من الحديد، في السميد ده فيه حاجات كتير مفيده، لكن ما ينصحش ان احنا نكتر منها يعني. بصوا ادي السم، خليني كده ايه، واحط بسم الله اللبن، والسكر، وصفة بسيطة جدا، وادي السميد. 5 دقايق هتعملوا بسبوسة رائعة، ولو أول مرة تعملوها قولولي. أنا عملت على فكرة على مدار سنوات طويلة أنواع كتير من البسبوسة، وفاكرة أول وصفة عملتها في حياتي للبسبوسة كانت من 3 مكونات، وكانت بالحليب المكثف المحلى، وفي ناس كتير جدا كانوا سيدات امهات رائعين كانوا بيقولوا لي احنا من ضمن عشنا عمرنا كله ما حبيناش نعمل البسبوسه دي، وقلنا ما فيش داعي نعملها لانها ما كانتش بتنجح معانا، ولما جربوا الوصفه الحمد لله انها نجحت، وانهم فرحوا حتى لو هي بسيطه انها نجحت، دي في حد ذاتها حاجه جميله يعني. فانا بصوا بدوب السكر مع اللبن مع السمن، بصوا الشربات على طول اول ما يغلي قدام حضراتكم، عشان يبقى دي الطرق بتاعه الشربات على طول، لازم يبقى سخن وهي طالعه سخنه. ههدي عليه بس شويه، اول ما يغلي ههدي عليه، وعد من بعد الغليان 10 دقائق كده على نار هاديه. خلاص انا بدوب هنا خليط السكر مع الحاجات الحلوه دي، لان انا مش عايزه اعجن البسبوسه، انا عايزه الم المقادير دي فيها عشان التعجين بيحفز الجلوتين اللي جوه السميد يخليها تنشف. ثانيه واحده هبص كده هنا، هنحاول نسوي واحده اهي، طلعها بقى فوق هنا، الريحه بقى الناس اللي بتحب جوز الهند يعني بتحب جوز الهند في البسبوسه، ممكن ناخد معلقه واحده جوز هند مطحون نطحنه عشان ما يبقالوش يعني قوام جوه البسبوسه، لكن نستشعر طعمه ولكن مش حاسين بيه. معانا هبه من القاهره، يا اهلا وسهلا.
ازيك حضرتك؟ عامله ايه؟ اهلا وسهلا حبيبه منوره قلبي، الشاشه حبيبتي، ربنا منوره يبارك بوجودكم حبيبه حبيبتي، قلبي. شيف عظيمه. الله ايه الحاجات يسعدك. الحلوه دي والبسبوسه جميله والملوخيه الحلوه والحاجات الحلوه دي؟ انا مش كده، مش مصدقه، بس عايزه بقى مخللات بقى. عينيا بس كده. ربنا طب يكرمك. قولي لي لو عايزه انواع معينه، انا عينيا ليكي حبيبتي. بس انا بعمل الخيار حلو قوي وبعمل الجزر ما كويس شاء الله برضو، بس سمعت بقى عن مخلل كده المانجا. الله، اجار المانجا من عيني واحنا في موسمها وتفاصيل، دلوقتي. بس ازاي بقى التكات بتاعتها وتفاصيلها لسه مش بعرف اعملها قوي. عينيا ليكي. يا ريت تعملي لنا بقى حلقه كده مخصوصه للمخللات بس. من عندي ولعندي حبيبه قلبي. حاضر، تسلم نعمل لكم عيني. حلقه مميزه وان شاء الله تجربيه وتقولي لي رايك. يا رب واسمع كده، يا رب سمع حلو عن الثانويه العامه كده واولادنا امين في يا الصف روح قلبي. يا رب. ربنا يفرح قلبك ويفرح قلب كل ايوه اولياء الامور اللي تعبوا ومنتظرين نتائج ان شاء الله. ربنا يعني يفرح قلوبكم كلكم يا رب، امين وتسعدوا بيهم ويبقى مستقبلهم اجمل ربنا حاجه في يبارك لك الدنيا. على الدعوه الجميله دي، ربنا حبيبتي يسلمي عليها يا رب. تسلمي لي حبيبتي، شرفتيني ونورتيني يا روح قلبي. شكرا ليكي مدام هبه. انا بدور بس على الصينيه بتاعتي، الفورمه بتاعت البسبوسه اهي. احنا عملنا بالفعل كنا حلقه مخللات بس مصريه عاديه، قلنا حاجات السريعه الناس اللي عايزه مخللات، بس لسه ما عملناش. احنا نقول يا هادي، ما عملناش اللي احنا حابينه. يعني بالنسبه للوصفات المخلل الواحد يبقى مبسوط بيها. يعني بصوا كده الفورم دي جميله جدا وعمليه. هحتاج الفرشه والسمن. خليني اخد ايه، شويه سمنه. طبعا هي مش هتحتاج لان هي غرقانه سمنه، بس لازم ندهنها شويه. بصوا كده، ومن الجناب في ناس بتدهن معلقه طحينه. على فكره يا جماعه الطحينه والله بتبقى جميله جدا، بس معلقه واحده صغيره بس نفرش بيها زي ما انا فرشه كده. يعني بصوا حاجه بسيطه قوي تبقى جميله وبتدي قوام للبسبوسه من تحت، وبتقدروا تنقلوها برده بشكل جميل. مفيش اي مشكله خالص، يعني اعملوا اللي يريحكم واللي موجود عندكم. الشربات قرب تمام. بصوا هنزل كده، نعمل على خليطين. اللي عايز يحط لوز او بندق او اي حاجه براحتكم خالص. و ماشي، نعمل كده، نعمل كده. معلش لازم ارزعها كده اهي، لازم تترزع كده. تعالوا نبص هنا، عايزين بس نقلبها الناحية التانية. هي قربت، بس اسمحوا لي ايه، نقلب تاخد بس لون احلى. اهي مفتوحة الريحة بتاعتها، مش قادرة اقول لحضراتكم عاملة ازاي. هتتاكل سخنة لازم. طيب نقفل بس تاخد لون كمان، معلش عشان ايه، تبقى يبقى الموضوع اسرع. شايفين ازاي؟ اللي عايز بقى يحط دلوقتي اللوز مفيش مشكلة خالص، احنا عندنا لوز. طب ما تجيب لنا شوية كده نحطهم واحدة باللوز واحدة سادة، اللي بيحب سادة. في ناس كتير بتحب سادة. هقول لكم بقى طرق تانية للبسبوسة، هنعملها حلقة بس بسبوسة بس بكل الأنواع بطرق كتيرة جدا هتعجب حضراتكم وترضي كل الأذواق. جربوا بس الطريقة دي إن شاء الله تنول الإعجاب. بصوا أنا سايبة الشربات على نار هادية جدا، شمعة، من بعد ما غلي بعد 10 دقايق وما كملهمش، بس يعني عشان الشربات لازم ينزل سخن على البسبوسه وهي طالعه سخنه. احنا قدمناها هنا برضو، مخرجنا ممكن يستعرضها. بصوا طلعناها بكل صوره، اول ما هتسقوا بالشربات هتكتشفوا ان البسبوسه دي بعد شويه فيش 5 دقايق تهزوا الفورمه كده تلاقوها بتتحرك جوه الفورمه لوحدها، خلاص مش محتاجه حاجه تاني. خليني اخد شويه اللوز دول من محمد ونايه ونرص. بسم الله. بصوا كده، الله تسلم الايادي. بصوا بقى كده، شايفين ازاي؟ ادي البسبوسه. عايزين واحده ساده ولا نص ونص؟ ممكن نعمل لكم نص ونص زي ما تحبوا يعني. اهو كده نص، ونعمل نص في المقابل كمان. عايزين بس نعمل الاول واحد شبه ده، اسمايل فيس. حاضر، نعمل بس الاول كده 2 في مقابل بعض.
علشان ونسيب جزء سادة يعني نحاول نرضي كل الأطراف. إيه رأيكم؟ ولا عايزينها زي بعض كلهم؟ يلا عايزين لحد ما تاخد الوش عشان نصب دلوقتي الشربات وتبقى ختامها مسك زي ما بيقولوا. بصوا كده يبقى احنا عملنا ايه؟ نقول تاني المقادير نزليها لنا يا نودي. المقادير بتاعتنا للبسبوسه حاجه بسيطه وسهله، حطينا للشربات عندنا اولا نص كيلو سميد للبسبوسه، كوبايه الا ربع سمن، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه وربع من السكر، وبعد كده الشربات كوبايه وربع سكر، كوبايه وربع ميه، وعصره ليمون وبس. تعالوا بقى نحطها في الفرن. شايفين البسبوسه؟ اوه دي مولعه. تعالوا بقى الشربات سخن. بسم الله اهو مخرجنا. يلا بينا. بسم الله. شايفين تشرب ازاي؟ طول ما هي بتشرب هي ناجحه. يلا شايفين؟ الله الله، هو ده الكلام. دي مش هتطير. مخرجنا بيقولي هي هتطير ولا ايه؟ مش بقول لكم عشان اثبت لكم حاجه واحده، ان هي هتتحرر لوحدها. هتتحرر لوحدها. بس الوصفه دي ان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. بصوا اهو. طبعا لازم نسيبها شويه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. لازم نسيبها شويه. احنا كده قلنا المقادير، انا عملت ايه في المقادير؟ انا خدت السمن والسكر واللبن في حاجه على النار، دوبت السكر جوه خليط اللبن والسمنه اما دابت، ما غليتهاش ولا قدحتها، تقليب بس كده. حتى لو انا طفيت النار وهي على السخونيه هيدوب السكر. طيب وحطيت السميد. بصوا بقى، تنشف لو انا حاطه كميه سكر كتير. لو انا قلبتها كتير، قلت لحضراتكم ده بيحفز ماده ال بيحفز الجلوتين جوه حبات السميد، يخليها تنشف تنشف. عشان كده احنا ليه لا مش محتاجين. والله الطريقه دي يا جماعه انا اشكر طبعا اي حد انا دخلت خدت كورسات او دخلت خدت في مصانع شفت بيعملوا الطرق وقال لنا الطريقه الصحيحه دي. طريقه مصنع بسبوسه بيعملوها كده، ما بيعملوهاش حاجه اكتر من كده، ولا زبادي ولا اي حاجه. اهو اهي كده. طبعا عايزينها مقرمشه شويه، ما تسقوش كل الشربات. احنا عاملين اهو النسخ قدام حضراتكم. الكميه دي طلعت اهو الفورمتين الصغيرين، عايزين تعملوها في فورمه واحده كبيره اللي يريح حضراتكم. المهم انكم هتتبسطوا بالنتيجه جدا، الطعم جميل. اللي عايز يزود جوز هند زوده معلقه واحده بس كبيره، معلقه طعام. اطحنوها في الطحانه وخلوها بودره تتحط مع السميد الاول، تخلطوها بيه وبعدين نضيف المكونات. يا دوب بلم بالعجينه كده كأني بدخل السوائل جوه السميد، لكن مش بعجن بإيدي. العجن بالإيد هينشفها جدا. طيب هي عموما احنا يعني هي مش هتحتاج تتغطى عشان تفضل طريه، بس انتوا عايزين تغطوها خمس دقائق مفيش مشكله، هتبقى طريه ورقيقه. هي من غير حاجه هتبقى طريه. دلوقتي بقى احنا النهارده اتمنى يا رب يعني ان الوصفات دي تنول اعجاب حضراتكم. احنا عملنا النهارده تخزين الملوخيه الخضراء. ازاي نقطف الملوخيه وازاي تدينا العرق الحلو اللي احنا متعودين عليه، عشان في ناس بتقطف الورق بس من غير العود او العنقود بتاع الورقه. عملنا طريقه تخزين سريعه وجميله بتفضل خضره وقاعده معانا فترات طويله في الفريزر. اهم حاجه نطلع الهواء منها ونعمل اكياس على قد الاحتياج. جربنا ازاي ننشف الملوخيه زي ما بننشف بالظبط النعناع، وقلنا بينشف بعيدا عن الشمس عشان ما تسودش، ونفردها بعد ما نغسلها ونشطفها ونصفيها وتتفرد في مكان فيه هواء او مروحه لحد ما تجف تماما، وبعدين ناخدها نفركها ونشيلها في اكياس او في برطمانات زجاجيه. اهم حاجه ما تبقاش مبلوله، وفيها نقطه واحده مبلوله تاكدوا انها هتعفن كلها. طيب بعد كده عملنا الطريقتين، عملنا طريقه مرخيه بالجمبري يعني طريقه جميله بنحبها لما بنروح اهل اسكندريه الكرام، وطريقه ثانيه عملنا بيها الملوخيه الناشفه اللي تدينا لون وطعم وعرق زي الملوخيه الخضراء اللي احنا عملناها بالظبط. فديتها شويه المرق بالتكنيك اللي حضراتكم شفتوه بسيط لكن بيدي نتيجه جميله جدا. وعملنا البسبوسه، بسبوسه بسيطه جدا. الطريقه دي طريقه اعتمدوها حتى لو اول ما تعملوها تطلع رائعه. وتقولوا لي بقى رايكم فيها، وهنعمل ان شاء الله حلقه خاصه بكل انواع البسبوسه اللي في الدنيا.
من ابسط مكونات بالقشطه بالمكسرات بالشوكولاته بكل اللي انتوا عايزينه. بس اسمحوا لنا بقى دلوقتي في نهايه طبعا المطبخ هنطلع نستسمح حضراتكم في استراحه عشان نطلع نستقبل الفقره الطبيه. بعد الاستراحه ان شاء الله هتبقى معانا دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال بعد الاستراحه. في انتظار حضراتكم.